ونحن والله ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا مشكلة مع الناس الشخصية، نحن مشكلتنا معهم في دين يا جماعة، في إسلام. ده دين الله ولا ما هو؟ بس ده الموضوع كله. ونتمنى منهم جميعا طرق، أحزاب، فرق، جماعات، اقعدوا معانا في الوطن، ما عندنا مانع. لكن هم اللي عندهم مانع، ما عندنا أي مانع، اقعدوا معانا في الوطن دي نتناقش، نتناظر، نتحاور بالتي هي أحسن. مش ربنا قال وجادلهم بالتي هي أحسن؟ نحن مستعدين إن شاء الله تعالى. لكن هل هم جاهزين؟ هل هم بيقبلوا بالتحدي ده؟ ما بيقبلوا. الحرف منهم ما بيقبلوا لأنه خايفين يتكسروا. مرة واحد تاع الكلاك لدى الركيني ده رسلت له، قلت له داير معاك مناظر، لأنه مطلع كتاب بوزعه للناس حق الشيخ الطريقة حقهم الكبير، وزعه هو للناس. في قال في الكتاب إنه هو لا داير جنة ولا خايف من نار ولا داير حور عين ولا ولدان مخلدون، والله زي ده. فقلت داير معاك مناظرة، قلت له. قال لا، قال تكون في الأوضة أنا وأنت برانا، دي ما مناظرة، ولو حصل أي حاجة دي مشكلة. فنحن بنناظرك. ربنا قال وجادلهم بالتي أحسن. ليه الناس اللي بيخاف؟ لأنه ما معهم الحق. صاحب الحق ما بيخاف. عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب قال شنو؟ قال واعلم أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء أهل الضلال. لكن قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه شنو؟ سلاح. والسلاح يعني العلم، يعني الكتاب والسنة. فنحن ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة والخوف فيهم هم، لأنه ما دارين تنكشف حقيقتهم. أي زول تلقاه عامل غلط بتلقاه خايف. لاحظ الحتة دي، غير الدين، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. لو الأستاذ دخل الفصل وقال له جماعة تجوا مصححين التمرين بتاع الرياضيات والساعة 8 صباحا بجيكم بجري، أي زول أول ما يخش تلقاه ما صح، تلقاه براو بيرجف. صح حاصل ولا ما حاصل؟ براو بيرجف قبل ما يسألوا ذاته، لأنه عامل غلط في الدنيا دي. ففي ناس دين الله ده كله خربوا في قلوب كثير من المسلمين، وضيعوا الدين بين الناس، عشان كده بيخافوا من المناظرات ومن المجادلة بالتي أحسن.